السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ميس روضة، معلمة مادة متعددة التخصصات معهد الصف الأزهري قسم عربي. النهاردة الدرس بتاعنا اسمه الجسم السليم والطعام الصحي. أنواع العناصر الغذائية الموجودة في الطعام. أول حاجة عندنا كربوهيدرات. كربوهيدرات تتكون من نشويات وسكريات، بروتين، دهون، فيتامينات، معادن. أول حاجة الفيتامينات. الفيتامينات هي مجموعة من العناصر الغذائية الموجودة لنمو صحي وتغذية جيدة. بيحتاج الجسم للحصول على فيتامينات المختلفة ولكن بكميات صغيرة. فيتامينات مثل فيتامين ألف، فيتامين بي واحد بي اتنين بي اتناشر، فيتامين جيم، فيتامين دال، فيتامين ه. تاني حاجة عندنا المعادن. معادن هي مواد بيحتاجها الإنسان ليتمتع بصحة جيدة، فالمعادن بتساعد على بناء عظام وأسنان قوية. معادن زي ايه؟ زنك، كالسيوم، بوتاسيوم، يود، حديد. ثالث حاجة عندنا سكريات. بيحتاج الجسم إلى بعض السكريات للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية مثل المذاكرة والمشي وممارسة الرياضة. إذا تناولنا السكريات بنسبة أعلى مما يحتاجه الجسم، فسيخزن الجسم هذه الطاقة لوقت لاحق، وبمرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى زيادة غير صحية في وزن الجسم. كما أن تناول السكريات بشكل مفرط يجعلك قلقا وعصبيا. تناول السكريات بشكل مفرط يعرض القلب للأمراض. كما أن تناول كميات كبيرة من السكريات بيضر الأسنان ويصيبها بالتسلس. تدريبات. سين واحد، عرف الفيتامينات. هي مجموعة من العناصر الغذائية اللازمة لنمو بشكل أفضل. اثنين، اذكر العناصر الغذائية الموجودة في الطعام. الفيتامينات، والمعادن، الكربوهيدرات، والدهون، البروتين. اثنين، اذكر اضرار تناول السكريات بشكل مفرط. واحد، يخزن الجسم هذه الطاقة لوقت لاحق. اثنين، تزيد
من وزن الجسم. ثلاثة، تعرض القلب للأمراض. كده نكون خلصنا. شكرا يا أصحاب.